من جهته وعلى هامش خرجته الإعلامية، شدد سليم إيلاس على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل مساندة الجزائر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. كل صراحة كرياضي سابق، وإحنا اللي مثلنا الراية على المستوى الدول الأجنبية ونعرفوا أهمية الوطن وأهمية الراية الوطنية، رانا على ليلة موعد، يعني موعد هام لمستقبل الجزائر، لمستقبل جزائر جديدة، جزائر عادلة، جزائر تهتم بالكفاءات الشباب تاعها. أنا أول مرة نتكلم على هذه، ولكن نظن الوقت راه مهم، وحتى ولو نتكلم على الحراك هذا بدا باش الحرية تكون وباش الجزائري يختار المستقبل تاعو، وهذه الفرصة هذه تاع يوم الخميس هي واجب وطني لازمنا نقوموا به. وانا كرياضي ونعرف أهمية وحدة الوطن، نظن المستقبل تاع الجزائر لازم نقوموا بالواجب تاعنا الانتخابي، وكل واحد يختار يعني الشيء اللي يحبوا للمستقبل نتاعو، وهذه اهم كثير للوطن.